مهرجان كان السينمائي يعج كالعادة بالنجوم والأفلام العالمية والجدل أيضا. على صعيد الفضائح يعرض فيلم ويلكم تو نيويورك المستوحى بتصرف من قضية المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس-كان. الفيلم من بطولة الممثل الفرنسي جيرار ديباردييو وجاكلين بيسيه ومن إخراج المخرج إيبل فيرارا وإنتاج فانسون مارفال وإبراهيم شيوا. ويروي هذا الفيلم قضية ستروس-كان الذي تهم في مايو من العام 2011 باغتصاب امرأة في غرفته في أحد فنادق نيويورك، وهو ما أدى إلى انسحابه من الحياة السياسية. الفيلم سيكون في متناول الجمهور على الإنترنت مقابل 7 يوروهات بالتزامن مع إقامته في مهرجان كان. You know who I am. Yeah, why do you do all this fucking? Would you prefer play golf?